العملاق الصيني ديب سيك أبهر العالم بإمكانياته اللي فيها إمكانيات تتفوق على الشات جي بي تي، وخد التقيلة بقى، تكلفته 6 مليون دولار مقابل تكلفة الشات جي بي تي لحد وقت تسجيل الفيديو 100 مليون دولار. ولو انت لسه ما بتستخدمش الذكاء الاصطناعي فانت فايتك كتير. خلينا اقولك انا بستخدمه في ايه وازاي ضعف انتاجي بشكل فعلا ما كنتش اتخيله. في الفيديو ده هنقارن ما بين العملاق الصيني ديب سيك والشات جي بي تي، وهقولك على بديل مجاني تماما تقدر تطبق عليه كل اللي انت هتشوفه في الخطوات دي، وهتعرف انا بستخدم الذكاء الاصطناعي في ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم لأول مرة تشوفني. أنا أحمد ممدوح، والقناة بتهتم بتطوير مهاراتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس أونلاين. لو مهتم بالمجال ده ممكن تشوف الفيديوهات اللي موجودة في القناة وإن شاء الله تعجبك وتشترك معنا. طيب، أنا اخترت بعض الحاجات كده اللي أنا بستخدمها بشكل يومي عشان كمان أنت تستخدمها وتفرق معاك جدا في إنتاجيتك. هنحط الشات جي بي تي على اليمين وديب سيك على الشمال، ونبدأ نحط البرومبتس اللي أنا بستخدمها بشكل مستمر عشان نشوف الفرق ما بين النتائج. طيب، اول حاجه انا بستخدمها باستمرار موضوع انشاء نص لمحتوى فيديو على اليوتيوب. طبعا انا ما بعتمدش اعتماد كلي على الموضوع ده، لكن هو بيديني افكار وبعد كده انا ببدا ابني عليها نص الفيديو بتاعي. خلينا نشوف انا هكتب له ايه ونشوف النتائج عامله ازاي. دلوقتي احنا ندخل على ديب سيك وكمان الشات جي بي تي، الروابط دي هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف. بقول له اريد انشاء نص فيديو على اليوتيوب لافضل طريقه عن الانتاجيه بطريقه شيقه، ويكون هناك هوك قوي والفيديو لا يتعدى 10 دقايق. هعمل رن على الديب سيك على الشمال والشات جي بي تي على اليمين وابدا اشوف النتائج عامله ازاي. طبعا اللي انا شايفه هنا ان الشات جي بي تي خلص اسرع، مع ان الديب سيك المفروض اسرع. لو بصينا هنلاقي ان الشات جي بي تي حاطط لي هوك جيد، تمام، حاطط لي القسم الاول ومرتب المشكله الكبيره اللي هجذب بيها الناس، وبعد كده حاطط لي الاقسام، وبعدين حاطط لي الخاتمه، حاطط لي ملحوظه صغيره كده تحت. خلينا نشوف الديب سيك. ممكن شكل الكتابة مش أحسن حاجة، لكن هو عمل لي ترتيب أفضل، وحسيت إن هو فصل الفيديو بشكل أكتر، وكمان في الآخر حط لي مجموعة كبيرة من النصايح اللي فعلا حسيت قد إيه هو فاهم الناس ومحتاجين إيه عشان يقدروا يعملوا فيديو زي ما احنا شايفين كده. فبصراحة تقريبا الموضوع متعادل، لكن أنا حبيت النتائج بتاع الديب سيك في القسم ده. طيب، الحاجة التانية اللي أنا دايما بستخدمها باستمرار في الذكاء الاصطناعي، أريد إنشاء جدول لبوستات عن صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، وتكون بإيموجيز وهاشتاجات، والبوست لا يقل عن 200 كلمة، وحطهم في جدول ويبدأ من شهر مارس على سبيل المثال. خلينا نشوف النتائج هتبقى عاملة إزاي. طيب، خلصوا الاتنين تقريبا في نفس الوقت، لكن أنا حسيت إن الشات جي بي تي إداني جدول مرتب أكتر، لكن مشكلته انه مش واضح، وحتى لما كبرت الشاشة مش واضح بشكل جيد. لو بصينا على الديب سيك هتلاقي ان هو مفهمش ان انت عايز جدول، وادهولي بدون جدول بوستات منفصلة. ممكن انا اروح واقول له لا، انا عايز تكتب لي الكلام ده في جدول. طبعا الكتابة اللي بتظهر في الاول دي عبارة عن تفكير، هو بيقولك هو بيفكر ازاي وبيعمل ايه. طبعا نفس الكلام بيظهر في موضوع thinking في الشات جي بي تي، لكن احنا ما يهمناش الحاجات اللي هي بالخط الخفيف دي، يهمنا النتيجة النهائية اللي احنا بنشوفها قدامنا دلوقتي. تمام، عمل جدول الى حد ما مرتب، البوستات عجبتني في الاثنين، ممكن الايموجيز افضل في الشات جي بي تي، لكن لازال برضو الديب سيك جيد وينفع ان انت تشتغل عليه. وكمان الميزة ان هو بيديك مثال عملي في الاخر، وبيديك شوية ملاحظات بتعجبني جدا. طيب، خلينا نشوف الحاجة اللي بعد كده هنشوفها مكتوبة مباشرة. أريد إنشاء نص كامل لصفحة هبوط لكورس من كورسات الذكاء الاصطناعي. كتبت للاتنين وهنشوف النتائج دلوقتي. تمام، الاتنين خلصوا تقريبا في نفس الوقت. خلينا نشوف كده النتائج. صفحة الهبوط المفروض بتحط فيها مميزات المنتج بتاعك، الكورس عبارة عن إيه، ليه الناس ممكن تلتحق بيه، أسباب الكورس، تفاصيل الكورس، سجل الآن واستفيد بالعرض لفترة محدودة. ونفس الكلام حطه برضو الديب سيك، وحطه بشكل جيد، لكن شكل النص في الديب سيك مش زي اللي موجود في الشات جي بي تي. في الآخر الاتنين مرتبين وعاملين صفحة هبوط بكل القواعد اللي انت محتاجها بشكل مرتب جدا. انت متخيل الكلام ده ممكن كنت تقعد فيه وقت قد ايه عشان تعمله؟ هتاخد وقت كبير جدا عشان تعمله وتفكر فيه بنفسك، وكل ما تكتب تفاصيل اكتر كل ما يديك نتائج أدق.
طيب نروح للحاجة اللي بعد كده، عايزين نعمل صورة للبانر بتاعنا على القناة. كتبنا هنا وهنا، طبعا الديب سيك ما بيقدرش ان هو يعمل صور، بس انا حبيت اوريها لكم. بالنسبة للشات جي بي تي لو انت موجود على النسخة المدفوعة تقدر ان انت تعمل صور، عمل لي الصورة بالشكل ده الى حد ما مقبولة، وانا قصدت ان انا اقول له ما تحطش نص لان الشات جي بي تي عموما في النصوص بيكتبها بشكل غلط. الريتنج بتاعي في الاثنين الشات جي بي تي هو المتفوق لان هو اللي بيعمل الصور. على فكرة ديب سيك شغال على موديل خاص بالصور وقريبا هينزل برضه بشكل مجاني. طيب انا قلت له اريد انشاء 5 نصوص اعلانية في جدول لكورس صناعة المحتوى على اعلانات فيسبوك، وبعدين قلت رن هنا وهنا، وده طبعا استخدام الشات جي بي تي في كتابة محتوى الاعلانات بيوفر وقت كبير جدا. طيب شكل البوستات جميلة اللي هي خاصة بالاعلانات مترتبة في الاثنين، ممكن زي ما بقول الايموجيز عشان الوانها هي افضل في الشات جي بي تي. الديب سيك اللي على الشمال برضو الكتابة جيدة جدا وينفع تعدل عليها تعديلات بسيطة وتستخدمها. لو بصينا على الجدول هنا هتلاقي ان برضو لازال مش واضح، ممكن ان انا اعدل على مقاس الجدول على الشات جي بي تي، لكن المقاس اللي هو الارتفاع ما بيعدلش عليه، بيعدل على العرض بس زي ما احنا بنشوف كده، لكن على الارتفاع ما اقدرش، لازم اضغط عليها ضغطتين عشان اقدر اشوف البوست بالكامل. اجمالا الموضوع جيد في الاثنين، والديب سيك برضو ادى وظيفة ممتازة مقارنة بالشات جي بي تي. طيب عايزين بقى نكتب شعر، عايزين بقى ايه نطلع بقى للليفل الاعلى. اريد عمل شعر الكرييتور سكول في 3 ابيات، تمام؟ ودي له رن هنا وهنا. خلينا نشوف بقى ابداعات الشعر كمان. المفروض ان الحاجات دي شغالة ما بتفهمش العربي، هي بتترجمه، لكن هتلاقي شعر قوي جدا. كتب لك كرييتور سكول تنير الدروبة، منهل الفن تزهو به القلوبة. جميل جدا. بالنسبة للشات جي بي تي، كرييتور سكول ضرب الإبداع ينادي نحيا المحتوى بفكر وفؤادي، ذكاء اصطناعي يعين المسار نحو النجاح بجهد وجهادي. جميل، كلام جميل جدا ورائع. ولو انت مهتم بكرييتور سكول وعايز فعلا تبني بيزنس باستخدام الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى ومتابعة مننا انا وفريق العمل لمدة سنة كاملة، ممكن تشوف الرابط هنا وتعرف التفاصيل وتقدر تحجز اجتماع وتتواصل مع فريق العمل عشان اشرح لك اكتر. شكرا لكم، اتمنى يكون الفيديو مفيد. حاجة اخيرة عايز اقولها لكم، الديب سيك هو افضل بديل للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، وفي تطور كبير الحق اعمل حساب فيه دلوقتي عشان هو مجاني، بعد كده ما نعرفش ممكن يكون مدفوع ولا يحصل ايه. سلام عليكم.